رافقت أعداد كبيرة من الأسماك داخل نهر العشار في محافظة البصرة، وذلك في الوقت الذي يعد موسما لتكاثرها. مختصون أشاروا إلى أن السبب يعود لنقص الأكسجين في النهر، بينما عبر مواطنون عن خشيتهم من عودة ظاهرة نفوق الأسماك إلى الواجهة مجددا. بس كل هذا نقص أكسجين، هذا واضح نقص أكسجين. شنو هذا دكتور؟ هذا كله خشني، هذا كله خشني، اسماك الخشني ما بي ولا نعم. كله بعد عايش، كله ما المولي، المولي عايش، ذاك جاي واضح واضح بالصوره جاي يسبح هذا المولي، بس هذا كله خشني، هاي البلطيه اي نعم كله نعم، هذا كله بسبب غلق تدفق المياه من قبل محطات ضخ الماء في بداية نهر العشار في الجهة المقابلة لشط العراب. الله يساعدهم اخوان، الله يساعدكم يبا. انتم ويا جهة تابعين؟ نعم على المبازل، ها الموارد ما يعني لو البلدية، ها البلدية البصرة جاي تنظفون النهر مو؟ اي صار شقد ما فاتحين الماي ما تدرون؟ يعني ها؟ نعم، يعني وقطعة وتدفق المياه، نعم.